عبد المختار يمكن لك تعطينا شي تعريف لهذا المجسم كيفاش تعدل كيفاش انا بالتطوع من احكي لنا القصه ديالو في شمن عام وكيفاش بدا عام 80 1980 العام الذي سجلت فيه الاختراع في مدريد الطريقه هي هذه من قام بصنع هذا المجسم عبد المختار واحد الاخ متطوع مصطفى بن عبد القادر ستراه والآن احنا في زرار صنع عن الأكبر ليملأ المراكز أخرى إن شاء الله العام المختار تسمح بأن يضرب للسلة وللباب بيد والرجل للسلة وباليد الرجل للباب دون مس بالرأس ودون أن يكون هناك التماس
بريد درجي كتر ربي ثم كنت ما بريد درجي عذاك الراس ما درموش الراس وريدين ما درموش اليدين اللي انا كنت نلعب باسكت كنت نلعب سافر لك ولا تسمع عندك عقلك اذا شبوها دائما برجل برجلك اللي يدك يدك الرجل واخا راح تبريد بيدك ضربوا المهنة برجل هبدا فوق او برجل هنا او بريد هنا او بريد تمي على حسب المسافة كاين نقطة وجوج وثلاثة ولكن دابا مازال ما عندناش المسافة بسطرة دابا كاع نقول السلام طبعا عندي شي تساؤل اخر طبق الاسئلة ديالك ان اربيتو الحكم ما كيخصوش يقول للحد دائما كيخصو على برا لان كيدير يعمل لعبية كيقول لعبي طالع كيجي الحكم كيحشم منه كيبدا عندنا كامل الحكم شكي كيضيع كاع كيشوش على اللعبية موسي بعد الكره في القدم سنيه كتدخل من عند هنايا الحاج واحد الثاني عنده المنطقه اللي يدخل حتى شي واحد عليه يدك هيدا ويدك ولكن مشى سين عند الحاجي الحارس سال المسلسل الحارس خضر يشبر ما يخرجش هو ما يخرجش يدخل يشبر الحارس يدوب رجله باش ما يخرجش من الملعب ما يخرجش من الملعب هذا اللي عكس من أوليمبيا الحلاوة ديالو هي تخلع من تما طلع برجل في يدك الحلاوة ديالو في الكهرب طلع برجل في يدك وهكذا عافاك ما نعملوش هكذا لأن هكذا كتسمح بالعنف لعبة تيجي كذا تجي خويا ديال المرة إلا بدا حد يعني هكذا طلعوا برجل في يدك كيفاش أحلى أحلى ما كيقول لك